وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي. أهلا ومرحبا بك دكتور أسامة. بداية، وسائل إعلام تابعة للنظام السوري قالت إن دفاعات النظام أحبطت هجمات صاروخية صهيونية على دمشق وحمص، بما تفسر تزايد الهجمات الصهيونية على سوريا في الآونة الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أنه داخل إسرائيل، داخل الدولة العميقة، هناك قرار عندهم ينفذ باستمرار، وهو أن لا يكون هناك أسلحة استراتيجية تهدد أمن إسرائيل، حتى لو كانت هذه الأسلحة تحت سيطرة نظام يعني حفظ أمن إسرائيل وتوافق مع ما تريد إسرائيل في الشمال والشمال الشرقي لفلسطين المحتلة. دائما يختلط أمام المشاهد الكريم هذا الأمر، ويعتقد أن هناك أعداء فعلي من إسرائيل ضد هذا النظام. هذا القرار في الدولة العميقة لإسرائيل ينفذ باستمرار، أن لا يكون هناك سلاح قد يقع بأي لحظة بالأيدي الخطأ. الكثيرون لا يعتقدون أن هذا النظام مهتز وقد يسقط في أي لحظة. يجب أن يفهموا أن هذا النظام مزعزع، لا وجود له، إنما يعني هل يمكن ربط وتدخل روسيا. يعني هل يمكن ربط هذا التزايد في القصف بمحاولات تصفية الأزمة السورية على كل الصعد، وهو ما يريده الاحتلال الصهيوني الاستفادة منه؟ إسرائيل على فكرة لم تزيد ولم تنقص من هجماتها، هي عبارة عن أهداف عسكرية موكلة إلى 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 الجيش الإسرائيلي، جيش الكيان الصهيوني، لينفذ كل ما رأى أن هناك أهداف أو أسلحة. هناك أمر ملفت للنظر، أن الخسائر الإيرانية أو للأحزاب المواجهة لإيران التي تقصف لا نجد خسائر بشرية تذكر، يعني وقد يكون هناك فعلا تنسيق عبر روسيا مع إيران لإعلامها وإخبارها بالضربات العسكرية، كما حصل بين أمريكا وروسيا عندما أبلغت الروس قبل الضربات التي كانت وهي ضربات مسرحية بعد الضربات الكيميائية للنظام. كيف أن أمريكا أبلغت الروس بالأهداف والأماكن بساعات، يستطيع من خلالها النظام سحب المعدات وحتى سحب العناصر. هذا أيضا وارد جدا أن يكون هناك إخبار للجانب سواء النظام أو للإيرانيين بأن هناك ضربات سيسحب عناصره على الأقل. بذكر النظام، خطاب النظام لا يزال يدور حول الممانعة، إذن ما أسباب عدم رد النظام على هذه الهجمات؟ نفسه الذي يجب على المشاهد الكريم أن يعيه، هذا النظام يبيع الشعارات واستفاد حقيقة. يعني هناك احترافية في من أيام حافظ المقبور في استخدام الشعار واستهلاكه وقبض ثمن هذه الشعارات من دول كانت تدفع له ليكون في وقتها الصمود والتصدي واليوم الممانعة والمقاومة، تدفع له لأنه يرفع هذا الشعار، وفي نفس الوقت هو يقمع الداخل السوري بحجة أن هناك مواجهة وأن هناك عدو صهيوني لما هنالك. هذا لكن في حقيقة الأمر لم تطلق طلقة من الجولان على العدو الصهيوني، والعدو الصهيوني منذ عام 73 في أمان تام في شماله وشماله الشرقي. طيب، الأنباء تتحدث عن استهداف ميليشيا حزب الله، وهو ما تبعه معلومات عن انسحاب ميليشيات حزب الله. هل برأيك بدأ ينحصر دور إيران؟ وهل تأثرت إيران بالعقوبات الأمريكية الأخيرة؟ يعني هو أمر لا يتعلق بالضرورة بالعقوبات الأمريكية. لو أرادت أمريكا أن من إيران أن تنسحب من سوريا، هي 24 ساعة تعطيها فرصة لكي تنسحب، وإلا ستضرب كل الأهداف الإيرانية والموالية لإيران داخل سوريا. لكن أمريكا لا تفعل. أمريكا الدور الإيراني قبلت به في العراق وتوافقت معه وتعاونت مع إيران، وفي سوريا سمحت لإيران أن تفعل ما تفعل. وجميعا تعلمون كعراقيين أن أمريكا تستطيع بس بضربات صاروخية لأهداف ثابتة تخرج إيران من سوريا. نعم. من إسطنبول كان معنا أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، شكرا جزيلا لك.